شنو اللي خلانا نوصلوا لهذا الشيء؟ واش لهاد الدرجه بنادم ما لقى ما يدار حتى ولا كيدير هذا العجب هذا؟ وتخيل معايا فقت الصباح حليت فيسبوك حتى كيطلع لي فيديو اللي بنادم كلشي كيدوي عليه. حشومه صاحبي حنا في بلاد اسلامي ونطيحوا في عجب بحال هذا؟ وحشومه والدين كيامنوا الواحد على ولادهم وفي الاخر يخرج لك هذا العجب هذا؟ ما بقاتش الثقه صاحبي. وربي عز وجل خلق الرجل والمراه وحرم حتى العلاقه بيناتهم خارج اطار الزواج، وليتي في الاخر كتشوف صاحبي راجل مع راجل، راجل مع دري، راه عيب والله تعيب. انا متاكد بانكم غتكونوا كاملين شفتوا الفيديو وعارفين علاش كندوي، وما كاينش فيكم اللي ما غاديش يكون تصدم. وسيرتو الوالدين اللي عندهم وليدات باقيين صغار، واش كتولد وكتربي وتقري وفي الاخر يجي واحد يتعدى لك على ولادك؟ راه حشومه والله تعيب. ما غاديش نقدر ندوز الفيديو كيف ما شفتوا. الفيديو راه كاين على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن لكم تمشيو تقلبوا عليه. هادشي كامل احتراما لهداك الوليد الصغير اللي تعرض لهاد الظاهره هادي. تخيل معايا الا بقيتي انت ولا انتي كتبارطاجي هاد الفيديو وهداك الدري الصغير في الاخر فاش غادي يشوف راسو فهاديك اللقطه ويشوف المغرب كامل كيدوي عليه راه غيقدر يتعقد. داكشي علاش بغيتكم طراحيو لهداك الولد الصغير، طراحيو لوالديه، طراحيو لعائلته، طراحيو ليه كيفاش غادي تكون النظره ديال صحابو ليه هو. نقدروا نقولوا بان الولد الصغير هو ضحيه، داكشي علاش ما خصناش نزيدوا عليه ونبقاو نبارطاجيو هذا الفيديو ديالو. المهم باش نفهموا اكثر اجي تسمع معايا هذا السيد شنو قال من مورا ما تبارطاج هذاك الفيديو على الفيسبوك، وزيد الصوت واعطيني ودنك. تعال واحد من بلاصه بعيده فهمتي، ويجي ويغتصب لنا وليداتنا وولاد دربنا فهمتي، ويديهم يغتصبهم يديهم شال جديده ويكري لهم دار على اساس مخيم منظمه الوزاره، وفي نفس الوقت هو معيشهم غير في الدص فهمتي، مخليهم في الدص كيباتوا في الدص. راه كاين فيديوهات كيوثقوا هادشي هذا كامل. مشاو الدراري اللي صوروا الفيديو في البحر اللي صوروه هو ناعس مع ذاك الدري، مشاو حتى للبلاصه فين الدراري كيباتوا وصوروا كاع داكشي اللي كاين فهمتي. يعني الدراري ميتين بالجوع، خايد من عندهم فلوس هذاك الشيء ما باينش كامل فهمتي. تمن المخيم ما عندوش شي رخصه، ما عنده حتى شي حاجه. هذا مخيم عشوائي. هذا مخيم، هذاك مخيم انا نسميه مخيم اغتصابي، اغتصاب الاطفال. هو داير مهندسه انه غيمشي للدار. علاش؟ فاش كيشد الدري كبير كيعطي 5 دراهم بالليل، كيعطي لواحد 10 دراري 5 دراهم كل واحد، كيبقى هو الدراري الصغار في الدار. الا هو مهندس اشنو بغى يدير؟ يعني هي مبيته. الله يرحم الوالدين. هو سبحان الله ربي يبينه. قال لك بحال هكا دابا ربي فاش كيبغي يبين شي واحد راه كيبينو فهمتي. الدراري شحال هما كيفضح الدراري. راه انا جاي وانا كندوي مع الدراري كيقول لي خويا حنا شحال كنبغيو ندويو كنخافو كيضربنا فهمتي. اذا هو شاد ديك كما كنقولوا شادو من شي نقاط ديالو فهمتي، نقاط ضعف وكيسلخهم فهمتي. حتى من داك الدري راه الا شفتي الفيديو راه خويا السيد هذا راه شكون شي 45 عام ولا شي. قالوا لي بولادو وراه دابا خويا الغريب في الامر هو خويا ما عرفناش واش هو دابا واخا يكون ولادو دراوش. رجعنا للنقطه البدايه غنشوفوا كيفاش هو ولا فهمتي. راه غنلقاو عنده حتى هو شي تاريخ قديم، شي تاريخ قديم. ولكن هو شوف اخويا دابا هادشي اللي دار راه شي لا ما كيدخلش العقل. هذيك المره راه كان طرا لي واحد المشكل، هذه المره هذه دابا راه دا الدراري وناعس مع واحد في البحر قدام بنادم ومصورين الناس هما يصوروا داك الفيديو. مشاو للدائره الامنيه، الدائره الامنيه خرجوا عناصر الشرطه ديال جديده ديال البحر تمايا، خرجوا اعتقلوه. فاش اعتقلوه الدراري الصغار بقاو بوحدهم حيت هو اللي غادي معاهم، ما غادي لا مؤطرين لا حتى شي حاجه. فاش الدراري مشاو هما بقاو مع دوك الناس اللي صوروا الفيديو، اش قال لي الدري؟ قال لي راه بقاو هنايا، راه حنا قلبنا على الناس ديال الجمعيات ديال الاناسي ولقينا هاد الجمعيات هادو وتواصلنا معاهم. فاش تواصلوا معانا حنايا حنا عاوتاني لبينا لهم النداء، تواصلنا مع شي جهات باش يوفروا لنا شي ترونسبور يقدروا يجيبوهم من جديده، ولكن لقينا واحد السيده اللي تكلفات جابتهم من جديده. مسكينه. فاش جابتهم مسكينه من جديده تلقيت لهم انا في محطه ولاد زيان وعاوتاني نفس السيركوي جبناهم حتى الاناسي هنا. المهم الحمد لله باش وصلوا الوليدات سالمين، واخا بعض الوليدات راه معرضين ماشي معرضين للتحرش معرضين للاغتصاب معرضين للشحال. وثقوا واحد مواطن راجل ومرته جالس في البحر جالس مع لي ما بيتش كيبان ليه دري صغير بارت لي ممارسه على طفل صغير فهمتي. هو يصوروا ورا صوروا هو والزوجه ديالو. فاش تصور ذاك الفيديو هاد الدري هذا بعد اللي صور فيديو الزوجه ديالو باغي يدير لي متابعه قضائيه هاد الدري هذا. قال لي فيما بغى يمشي نوصلوا معاه. وتا انا اقسم لك بالله فاش شفت الفيديو فيما بغى يمشي نوصلوا معاه. حنايا راه ولاد الدرب هنايا ولاد السيكتور هادشي كيبقى فينا فهمتي، بقى فينا الحال بالرجول. سير ما يمكنش ليك تشوف هذيك اللقطه فريمون تكمل الفيديو، راه كيبقى فيك الحال ديال بصح كدير هذاك الدري مسكين في مثابه ديال ولدك فريمون. شي زعما اللي وصلنا ليه والله ما كيبشر بالخير. راه داك الشيء علاش ربي منزل علينا اللعنه، راك شفتوا المشاكل المناخيه اللي كنعيشوها دابا، الحراره، الاعاصير، الفيضانات، ما عرفتش شنو، راه غضب الله بدا كينزل للخوت.
الراعي وخصنا نرجعوا للدين، خصنا نرجعوا للدين ديال الاسلاميه. راه عرفنا عليه بزاف اصاحبي، راه ما يمكنش واش حنا غنمشيو نتبعوا الغرب. راه تربينا على واحد التربيه في شكل، راه حنا ما تربيناش على هذا الشيء. راه الا رجعنا غير للدين ديالنا الاسلامي ورجعنا غير للقران راه غنعرفوا كيفاش نعيشوا، وماشي اللي داروها الناس اللي العيال نجيو حتى حنا نقلدوها ونديروا بحالهم. هنا راه ما كتبقاش عندنا شخصيه اصاحبي. ومن بعد ما كانوا المسلمين هما اللي حاكمين العالم كامل، وكان كل شيء كيخاف منهم، وحتى واحد ما كان كيقد علينا في اي مجال كيف ما بغى يكون. في الاخر ولينا حنا كنشوفوهم غير وكنتسناو شنو غادي يديروا ونوضوا حنا نقلدوهم ونديروا بحالهم. ولكن هادشي راه راجع لبزاف ديال الحوايج، راه راجع للوالدين، راجع للمدرسه، راجع للزنقه، راجع لبزاف ديال العوامل اللي ولاد دابا حاليا كتاثر في الدراري الصغار. راه كيف ما ربيتي ولدك دابا راه كيف ما غتشوفو من بعد. داكشي علاش حاول تحكمو وتعرف تربيه في الصغر باش في الكبر ما تندمش. راه كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. راه والله الايات القرانيه والاحاديث النبويه ولا رجعتو للكتب ديال الدين راه غتلقاو فيهم بزاف ديال الحوايج لاي حاجه بغيتيها. كيفاش تاكل، كيفاش تشرب، كيفاش تعيش، كيفاش تربي ولادك، كيفاش تجنب المصائب وتجنب الكبائر. ولكن حنايا عارفين هادشي، راه الاكثريه فينا ديال الناس اللي عارفين الدين ولكن ما كنطبقوش. وشوف دابا هذا المشكل هذا اللي فريمون غيهرس على حسب بعض المصادر، كاين اللي كيقول لا راه مخيم، وكاين اللي كيقول لا غير جمعيه. والمصادر اللي بانت لي ان اغلبيه ديال الناس كيقولوا راه غير جمعيه رياضيه اللي داروا خرجه للبحر ديال الجديده. واش باقي غدا ولا بعد غدا غادي غتثيق في شي جمعيه كيف ما بغات تكون وغادي تصيفط معها ولدك؟ يعني هو كيقول المثل الحوته كتخنس الشواري. ملي غادي تشوف هاد اللقطه هادي ما صافي، ما بقيتيش غدا غتقول ولدك سير المخيم ولا سير الجمعيه، مع العلم ان كاينين مخيمات وكاين التعطير في مخيمات. مخيمات اللي هي معروفه، حنا فاش كنا صغار كبرنا في المخيمات، ما خلينا رحلات استكشافيه ولكن كنا مع بنادم اللي بعقلو بنادم اللي رزين كيخاف عليك كثر ما كيخاف على ولادو. على حش لحقاش نتايا راك امانه، والديك فاش جابوك النهار الاول وعطاوك المخيم الا راه هو امانه، يرد لك البال كثر ما يرد البال لولادو. وحنا هذا الفيديو هذا ديال اليوم ولا اللي طرا البارح ما بغيناش ياثر ولا يخرج على السمعه ديال المخيمات ولا ديال الجمعيات، ويا حسره كنقولوا جمعيه رياضيه وتلقى مناتي في الاخر بحال هذا. انا غير ميساج اللي بغيت نوصلو لجميع الاباء، حنا يا اباء وبغيت نوصل الميساج لجميع الاباء والامهات، راعيوا البال لاولادكم. راه من غير هادشي دابا ديال هاد اللقطه هادي اللي شفتو، راه كاينين بزاف ديال الحوايج اللي كتنشر لا في وسائل التواصل الاجتماعي لا في الافلام لا في بزاف ديال الحوايج. وهاد الحوايج هادي تقدر تاثر على ولدك ما حتى صغير. يعني خصني نعرف فاش كيتفرج ولدك، لاش كيسمع ولدك، مع من كيترافق ولدك، ماشي غير الولد ونطلق في الاخر. ونبغي نوصل الاباء، عندك اخويا ولد صاحب معاه، خرج معاه، بغى يمشي للبحر نمشي انا وياه، بغى يسافر نسافر انا وياه، نتعاشر معاه. ما تكونش هذيك السلطه ديال الاب على ولده، لا ما ديرش ما تفعلش ما تركش لا ما تعرفش، راه هذيك ما هي اللي خرجت علينا. الا كنتي معاشر مع ولدك وكتحماق مع ولدك، خرج لعب كره مع ولدك، نخرج نتقهوى مع ولدك، شي فاش كتقرب لولدك كتولي تعرف شنو تحت راسك، وتا هو كيولي شنو كيولي يكون قريب ليك. واي حاجه غدا ولا بعد غدا بيان سور غيكونش عارف بزاف ديال الحوايج في الحياه. كيقول لك اللي فاتك بليله فاتك بحيله، انت يا كاب عندك تجربه عليه. اي موقف ولا اي مشكل طاح فيه غدا ولا بعد غدا غادي يلقاك في جنبه وغادي تقدر تعاونه باش يخرج منه. ولكن الا كنتي بعيد عليه راه عارف بان عمره ما يتسوق لك. واخا تقول ليه هاد البلاصه هادي ولا هاد الحاجه هادي راه خايبه ما تمشيش ليها، لا هي اللي غادي يمشي ليها. علاش؟ حنا فينا حب الاستطلاع وحب الاستكشاف وتفضوليت. وشحال من واحد خرج على راسه غير بعد حب الاستطلاع، كيمشي يبغي يعرف حتى كيلقى راسه في الاخر لصق في هذيك العيب. ونفس الحاجه كتطبق على الامهات، الام خصها تقرب من بنتها. دابا راه حاليا والله الا وليتي كتخاف على الدري كثر ما كتخاف على البنت. لحقاش هادشي اللي ولينا كنشوفوا ديال الالوان وما عرفتش شنو راه ولا كيضرب في الخاطر. والتربيه راه عمرها ما كانت بتخرج العينين ولا بلاصه، التربيه كتكون بتقرب لولادك، تصالح مع راسك وتصالح مع ولادك، وتكون انت اول صاحب وصديق لولدك ولا لبنتك. المهم باش ما نطولوش بزاف في هذا الفيديو، كيف ما قلت المخيمات ماشي خايبين، الجمعيات ماشي خايبين، بالعكس كاين بزاف ديال الناس اللي كيبغيو يديروا الخير، كاين بزاف ديال الناس اللي كيعجبهم الدراري يمشيو في واحد الطريق اللي هي مزيانه، كاين بزاف ديال الجمعيات الرياضيه حاليا اللي كيتكونوا، وكاين دراري اللي وصلوا غير من الجمعيات الرياضيه ولا من الجمعيات ديال المدارس. ولكن انت كأب ولا كأم واخا حط ولدي في واحد الجمعيه ولا في واحد المخيم نتبعوا ونسول قبل ما ندير الخطوه الاولى. الميساج الاخر اللي بغيت نوصل لكم، الله يجازيكم بخير، حاولوا تفادوا وما تبارطاجيوش الفيديو ديال هاد الدري الصغير اللي شفتوه في البحر فيسبوك، ما تبارطاجيوش في مواقع التواصل الاجتماعي. لحقاش هاد الشيء غادي يضر بزاف بداك الوليد الصغير وغادي يضر بالوالدين ديالو وبعائلته. حتى لهنا الفيديو ديالنا سالا، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.